يا حبايبي، مساءكم طيبين، لعلكم خير ان شاء الله باذن الله. بص بقى يا جماعه، دول شبابيك عندي قديمه اهي، انا هشيل السلك دوت واركب ماسك جديد، باظ قديم كله باظ يعني. جاب ماسك جديد، هشيل ده كله القرف ده كله كده وابدا اركبه معاكم. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا دقيقه واحده. بسم الله. نفس اللي هشيله اهو هركبه تاني. مش عارف نفس المسامير ده كده، هركبها تاني على سكة جديدة، هركبها على سكة جديدة. ماشي يا حبيبي، هضطر احط هنا كده اهوت وهبدا ايه اكمل. كيس كيس القديم اهوت القديم اهو. ماشي، هبدا ان انا كده اهو بقى هبيع برضو التحفظ. ماشي يا حبيبي، دي القديم اهوت، هبدا ارميه واحط جديد. قبل ما احط الجديد هبدا انضف ده كده اهو دوت التراب والحاجات الوحشه ديت. وابدا بقى ايه اسس السكه بتاعي. انا جايب غمط، تم تمسك غمط، هبدا اركبه كده اهو كده كده. وابدا اقيس اهو السكه بتاعي، اقيس كده هنا كده. كده يا جماعه بصوا كده كام؟ 35 سنتي. كده 35 سنتي. ماشي يا حبيبي، هبدا ايه اقيس الايه دول كده.
امسك التهوت بس حتى بالضبط كده تحت السلك اهوت اللي احنا قلنا عليه. يا حبيبي شوف وابدأ أوصلها. ممكن برضه في حاجة تانية، ممكن أعملها كده أهوت عادي كده أهو، لو أنا معيش متر ولا حاجة كده أهو عادي عادي، وأبدأ أمسمر بالمسامير كده أهوت. وقص الزيادة عادي. كده هو تعالى ما عنديش متر. كده عادي هوت. كده كش ده خلص. ماشي حبيبي، هبدا اقص معاكم، اقص معاكم ايه الزياده. ماشي حبيبي، you
نفس الخشب اللي حطيناه في الاول اهو هركبه تاني اهو ونفس المسامير اللي عندي نفس المسامير نفس الخشب جبت حاجة ده من بره نفس الخشب نفس المسامير نفس الخشب ونفس المسامير نفس الحاجات ماشي هبدا ادقه هيك اهو يا جماعه كده تسالي بس قلنا دول قدام دول الشبابيك قدام قديمه بدل ما كده واحد يعمل مظبطه نفس الخشب اللي انا حاسته منه جبت حاجه جبت حاجه رستيكه بس جبت حاجه رستيكه بس جديد يا لكم بقى الشبك القديم جبناش حاجه هو متر سلك بس نص متر سلك بس خلصنا اول واحده اهو اول واحده لسه في عندي ظرف وشبكين كمان ماشي حالي اول واحده خلصت اول واحده Thank you.
طبعا بدق ورا حاجه الازاز دوت اهو، بدق ورا حاجه الازاز اهو. هنبدا في الضربه الثانيه اهي، عامله الضربه الاولانيه معاكم، ونبدا في الضربه الثانيه. طبعا السكر مصد كده، ده حلو واركب واحد مكانه، وبيع ده بتاع الخرده، بتاع الخرده اللي جاي اهو. هبدا اعمل زي ما عملت الضربه الاولانيه، اطلع بالراحه كده. عشان الخشب ده يا حبيبي بجيب عزه تاني، بعمل بيه تاني زي عملت الضربه الاولانيه، كنت حيهم بره خالص نهائي. مش هنقول كده عشان نحل السلك كله بتعمله، زي كله كلها بتعملها. انا ماسك عامل زي عامل زي ماشي زي صد كله زي هبدا ده برضه اهو، وده زي ده زي هبدا غيره برضه، وده برضه هبدا غيره مش هنيه ده طب ده وده بتاع فرن هبدأ انضف الشباك ده. بصوا يا جماعه، هو بقى خلص الشباك اهوت اهو، بصوا السلك اهو، بصوا قفلته كده عشان يظهر برده اهو، وده الثاني اهو. لو عجبكم بقى يا جماعه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.